على واحد الجانب آخر هو مكون من مكونات أي إنسان، مكون مهم هو الجانب الروحي. علاقتك بالروحانيات؟ أنا كنظن بأنه هذاك الإيمان ديالي والعلاقة ديالي مع الله سبحانه وتعالى هي التي أنقذتني دائما. أنا كنحس بأن العناية ديال الله سبحانه وتعالى كتحوطني. كيفاش أنا كنبني هذيك العلاقة ديالي مع الله؟ كتخصني، كندير العبادات ديالي، زعما هاد الأشياء ما كيهضروش فيها الناس، ولكن أنا بطبعي متدينة، عندي طقوس ديالي والعبادات ديالي كنديرها. وكيفاش كنحس بهذيك القيم اللي كيشكلها الدين، حيث الدين ماشي هو غير صلنا، حتى ولادي ملي كيصلي شي كنقول له خذ الوقت وجلس وحس بانك كتعيش هذيك اللحظه وتامل، ومني كتقرا القران ماشي كتقراه باش تكمله، قراه وتامله وكنحس به. افيكتيفمون كتجيني شي لحظات والله العظيم الا كنحس بشي حاجه، فواحد اللحظات ملي كنكون كنصلي، ملي كنكون مطمئنه وكنحس بان القوه هي تما، فكنلجأ لهذيك اللحظه كنبنيها وكنعيشها. وكنظن بأنه ما كاينش ليس هناك ما يمكن أن يمنح المرأة ولا الرجل قوة في مواجهة كل شيء قد تقوية هذا الجانب. كان واحد كنت أنا منتخبة في الجماعة ديال تيزنيت، والجماعة ديال تيزنيت عندها واحد الرمز سميته الإيمان ينقذنا إلى الآن، وكان كيعجبني هذا فهو فعلا الإيمان ينقذنا، معبرة جدا. مناش نقدك الإيمان؟ وأنا دازوا عليا صعوبات كثيرة في حياتي، فصوم ما كانش سهل، لأنه من توفى الوالد كان خصني نرجع نجلس حدا الوالدة. عاوتاني من دخلت العمل السياسي فيه إكراهات كثيرة. العمل السياسي لما كنتيش عندك خلي عليك القوة ديال شي واحد معاونك، خلي عليك واحد لا كاتيجوري ديال النساء السياسيات اللي كيجيو للسياسة بدون رهانات نضالية، جاية باش باش تدوز لا كارير ديالها وتاخذ داك لو بريستيج ديال لو ستاتيو اللي هي كتكون فيه، وكيكون شي واحد مدعمها ومعاونها ومحاوطينها، ما عندهاش كراهات. ولكن الا جيتي برهانات نضاليه حقيقيه في بيئه سياسيه بحال ديال المغرب، غتلقاي ضربات كبيره. الا كنتي مناضله حقيقيه باش ما الواحد ما زعما ما كنبغيش هذا، ولكن انا حيت انا اللي كنعرف نفسي اكثر ما كيعرفني اي واحد، انا كنعتبر بانه السياسه درتها بشغف وبرهانة نضالية حقيقية. ما بغيتش نمارس سياسة أوترومون، سينو كان عندي الإمكانيات متعددة، جو برومي أماجدة وعروض متعددة باش ندير السياسة مرتاحة ونصيب بها اللي بغيت. ما جي توجور ما أنا رفضت ذلك دائما من صغري، وأنا عندي السياسة برهان، وهذاك الرهان رهان نضالي لأجل التغيير. واحد لقيت مع ديك الفورة ديال لاجونيس، تهضري لي على الأخطاء قبيلة، ما كنتش كنراعي المخاطر، كنت كن بحال كنلوح راسي في العافيه، كنت وما كنتش كان شويه اندفاع الشباب والنضال بديك الفوره ديال الشباب وديال لا راه نقدو نديرو اتسمنا بالقوه وكذا. وبنيت واحد شويه ديال طموحات سياسيه حالمه فيما يخص الرهانات النضاليه لاجل التغيير. وبحال الا كنت كنقول لا راه الا عندنا الاراده سنحقق كل شيء، وتلقيت ضربات كثيره،